ايوه صح كابتن علاء، الف مبروك. يمكن النهارده ظهرت شخصيه نادي الاهلي. يمكن احنا كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت على الكور العاليه ان احنا بنلعبها يعني بدون اي فائده. النهارده ابتدى النادي الاهلي يمسك كوره، يضغط من بدايه المباراه، يفرض شخصيته من بدايه المباراه. كان في اصرار وتركيز وعزيمه من بدايه المباراه على ان احنا ناخد الثلاث نقط النهارده. اللي فرق معاك النهارده ايمن روح اللعيبه. صحيح. اللي هو ما ينفعش النادي الاهلي يبقى في ولا بالشكل ده ولا بالاداء المباريات السابقه كده خالص. من بدايه انا بلعب عشان اكسب. على فكره يعني غالبيه الفريق بتاع النهارده هو اللي بنقول عليه بيك حسين لعيبه مجهده. أي. بس النهارده هم ناسيين كل حاجه، ولا أي. اجهاد ولا حاجه خالص ولا تعب. انا النهارده بجري في كل مكان في الملعب، بضغط زي ما كابتن شيف بيتكلم. النهارده كميه جري مش طبيعيه. يعني اما تيجي تتكلم على الجري وعلى المجهود وكده، خالد ديانج لوحده خالص. مظبوط. النهارده ما شاء الله لوحده خالص في كل حاجه، دفاعيا هجوميا بيعمل كل حاجه صح في الكوره. يعني مزبوط. بيعمل كل حاجه اللي هو بتقول، يعني انت قاعد كده بتتمنى ان الكوره تلعب كده وهو بيلعبها. الجول عامله بطريقه ممتازه. دايما بنحب احنا لعيب الكوره اللي بيقطع مسافات بس طوليه مش بالعرض. احنا بنحب لعيب الكوره ايجابيه لقدام. طول ما انت بتجري بالكوره الطولي انت اخطر، انت شايف التحرك بتاع مروان، بيبقى عندك انت فرصه تعمل اكتر من حاجه. والهجمه دي ايمن جت على هجمه مرتده مقطوعه من نادي من لعيبه الاتحاد في نص الملعب اللي احنا اتكلمنا عليها. المساحه اللي تبقى موجوده دايما في الوقفه الدفاعيه استغلالها ازاي؟ صح. استغلالها يا اما بتمريره طوليه صح على المرمى، او انك تجري بالكره وتلعب التمريره الصح اللي عمله ديانج. ايوه. مساحه جري كبيره قوي ما فيش حد بيقابل، عمل تمريره كويسه قوي، التحرك هاي لمروان وضربه جزاء. صح. هدف. توقيت الهدف كمان كان مهم قوي في الدقيقه 50. مزبوط. بالنسبه لك لما الدقيقه 50 1-0 و55 2-0 انت استريحت خلاص. المسؤوليه اللي انت شايلها، انت بتأدي وبتجري وكل حاجه، بس انت عايز هدف. مزبوط. كلام كله انت تعمله ده ايمن، كل ما الهدف بيتاخر انت بقى عليك ضغط اكتر. مزبوط. انا عايز الهدف اللي هيريحني انا ويبقى مجهودي اقل شويه. فانت جبت هدف في الثاني فالامور تماما بقت بالنسبه لك يعني شبه منتهيه. لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي حاجه كمان، بعد 2-0 انت مفيش التراخي ولا الطريق الوراء خالص. لا واضح. بالزبط. ان كل الكلام او كل السلبيات بتاعه المباراه السابقه الى حد كبير النهارده انت تغاضيت عنها تماما. بالزبط. يعني حته انك تجيب هدف وخلاص 1-0 المباراه انتهت، لا انت هدف في الثاني لا وبتلعب وبتهاجم وضيعت فرص. محمد شريف لما نزل ضيع هدف. شكلك الهجوم موجود، كميه الجري زي ما بقول لك موجوده. انت النهارده عايز توصل رساله. اي فريق في العالم ممكن يحصل له الكبوه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وطبيعي في كره القدم مفيش لعيب مفيش فريق في العالم ما بيحصلوش كده، بيحصل. بس الفرق الكبيره العظيمه زي النادي الاهلي الموضوع ما بيطولش معاها. موضوع لا انا برجع بمكسب فريق كبير كمان، فريق الاتحاد فريق كبير قوي جدا، منظم كويس قوي. فانت كمان ما كسبتش فريق مثلا بيصارع على الهبوط، لا ده فريق محترم طبعا. وعنده فرقه كويسه جدا. فبرضه النهارده تكسب فريق كويس انت بادائك اداء مقنع. مش الاداء اللي احنا عايزينه التوب اللي احنا عايزينه، لكن الى حد كبير اداء مقنع. النهارده لما تيجي دايما كنا بنتكلم على السلبيات، اما تيجي تتكلم النهارده على الايجابيات، لا عندك ايجابيات كتيره جدا في المباراه هنتكلم فيها. لكن اداء مقنع جدا، مجهود هايل لكل اللعيبه، مكسب عن استحقاق زي ما بيقولوا، واداء كويس قوي. بتمنى يا رب ان نكمل. يعني خلاص اللي حصل ده ممكن نقول كبوه حصلت، لكن ان شاء الله نكمل المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين.